تعود سنوات العجاف خيرا عميما على الفن الجزائري، فبعد إعلان سياسة التقشف فهي مؤسسات الثقافة وغيرها تغدق على الفنانين الجزائريين في مختلف الطبوع بسيل من الحفلات دون انقطاع. زور غربي تفصل. استفاد الكثير من الفنانين الجزائريين من سياسة التقشف التي فرضت عدم جلب فنانين عرب استفادوا فيما سبق من مبالغ مالية ضخمة لتعطى الأولوية للفن الجزائري. تنظيم 450 حفل موسيقي يحيوا هاد الفنانين، كاين كذلك 23 اللي سميناهم احنا ميغا كونسير، يعني حفلات كبار ضخمه اللي يشاركوا فيها فنانين دوليين، يعني كما شاب خالد، كما ادير، مامي، بلال، نصرو، اللي راحين يشاركوا في هاد الحفلات الكبار. كاين يوم 12 مثلا الغدوه في انطلاق تاع العمليه هذه، عندنا 15 او 16 حفل يكونوا في نفس الوقت في نفس التوقيت في المدن الجزائريه، يعني في اليوم الواحد كاين ايام وين نلحقوا بيك تاع 21 حفله اللي يكونوا في يوم واحد. فنانون لطالما عانوا من شح الحفلات والمواعيد الفنية، ها هم يطلون كل يوم من مكان. حفلات مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام، وأخرى مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وثالثة مع الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين. كما الجزائر العاصمة كاين برامج، يعني هنايا برامج تاع حفلات، وخاصة برامج تاع إخوة تاع لواسيي اللي راهم كذلك يقوموا ببرنامج هنا في الجزائر العاصمة وفي قسنطينة. حتى وإن لم يستفد الفنانون الجزائريون من نفس المبالغ التي صرفت على أشقائهم العرب، تحمد ظروف التقشف هاته التي فتحت الباب على مصراعيه للفن الجزائري.